عاجل جدا، رئيس وزراء اثيوبيا المضحك انتهت فرص التسوية السلمية مع العدو الاكبر. بننشر لحضراتكم في التفاصيل البيان اللي طالع من رئيس وزراء اثيوبيا المضحك. وعاجل، تركيا تدعم الجيش الاثيوبي بعشر طائرات حربية، وتصريح خطير من قطر بشأن سد النهضة، والرئيس السيسي يتحدث عن مرحلة فاصلة مرت بها مصر، وبيان من الجيش الاثيوبي بشأن سد النهضة ويستفز فيه مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل جدا، رئيس وزراء إثيوبيا المضحك انتهت فرص التسوية السلمية مع العدو الأكبر. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أوبي أحمد إن رسالة حكومته لشعب تجري كانت واضحة، حيث رغبت الحكومة في تجنب الصراع، وفي سبيل تحقيق ذلك قررت وقف إطلاق النار على أساس إنساني. وأوضح أحمد في رسالة نشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الأسس شملت السماح للمواطنين بالاستفادة من موسم الزراعة وإمدادهم بالمساعدات. أضاف أن ذلك حدث رغم علم الحكومة بأن السلام سيكلفها شيئا، وقال إن هذه هي آخر فرصة لتسوية الأمر بشكل سلمي، حيث يدفع الطرف الآخر نحو الصراع ويقود الأطفال والشباب إلى تعاطي المخدرات، وبالتالي على قوات الدفاع التزام أخلاقي لإنقاذ هؤلاء. وقال ما دفعناه لشعبنا لم يؤتى ثماره بعد، هذا المجلس العسكري يثبت أنه العدو الأكبر لإثيوبيا، ولسوف نتحد ونفككه من أجل كل شعبنا، مشيرا إلى أنه من ناحية نعمل على تسهيل المساعدات الإنسانية، ومن ناحية أخرى نحبط هجوم الأعداء الخارجيين والداخليين. لقد دخل المجلس العسكري إلى الكهف وهو يبكي لوقوع المجاعة. وأضاف عندما تم إعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل الناس، تخلى المجلس عن أجندة المجاعة وبدأ في شن الحرب، والمجتمع الدولي نسي أنه كان يتحدث عن المساعدات والمجاعة، واختار التزام الصمت حتى عندما تعلق الأمر بالأطفال. مصدر معانا كان من RT، يعني أبي أحمد بيوجه كلامه لجبهة تحرير تجراي وبيتهمها بأنها بتساند يعني عدو خارجي، هو قصده هنا على مصر. فطبعا يعني أبي أحمد ده مضحك جدا. لو نفتكر كلام الرئيس السيسي امبارح لما قال أنا في حاجات مش هقدر أقولها، طبعا يعني هو شايف أن مصر بتقدم الدعم، من وجهة نظره طبعا شايف أن مصر بتقدم الدعم لجبهة تحرير تجراي لمحاربة إثيوبيا أو محاربة الحكومة المركزية الإثيوبية، والله أعلم بإذا كان كلامه صحيح أم لا. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل، تركيا تدعم الجيش الإثيوبي بعشر طائرات حربية. أكدت وكالة نوفا الإيطالية دعم تركيا للجيش الإثيوبي بعشر طائرات حربية، وقالت إن إثيوبيا مستعدة لاستخدام 10 طائرات حربية مسيرة قدمتها لها أنقرة. وكشفت الوكالة الإيطالية تصنيع تركيا لمزيد من الطائرات الحربية المسيرة لتقديمها للخدمة ضمن مقاتلات الجيش الإثيوبي في قاعدة عسكرية في إريتريا. وضمت القوات الجوية الإثيوبية كذلك طائرات مقاتلات روسية الصنع من طراز ميك 23 ومقاتلات سخوي 27 وطائرات هليكوبتر هجومية ربما جرى استخدامها في الهجمات التي أعلن عنها أبي أحمد في الفترة الأخيرة ضد شعبه حسب الوكالة. ورصدت نوفا مقاتلات نفاثة تابعة لقوات أبي تحلق حول عاصمة إقليم ميكيلي قبل مشاركتها في غارات جوية استهدفت المدنيين هناك. وأظهرت صور الأقمار الصناعية وجود طائرات دون طيار صينية ضمن مقاتلات إثيوبيا. وأكد موقع إريتريا هوب تقديم تركيا الدعم العسكري لإثيوبيا من خلال منح أبي أحمد 10 طائرات مسيرة، قائلا إنه جرى تصنيعها في مركز تدريب واستخبارات تابع لوكالة أمن شبكة المعلومات إنسا التابعة للاستخبارات الإثيوبية بدعم الفنيين الأتراك المسؤولين كذلك عن تدريب قوات أبي أحمد على استخدامها.
والمدير العام لشبكة المعلومات هو المسؤول العام عن البرامج، كما أن أبي أحمد يزور الموقع بشكل متكرر. وبدأت إنسا في بناء مدرج مخصص لإطلاق الطائرات دون طيار على بعد حوالي 10 كيلومتر من أديس أبابا. سبق وأكدت تقارير استخباراتية استخدام قوات أبي أحمد طائرات حربية مسيرة في قصفها لإقليم تجراي من قواعد عسكرية في إريتريا. يعني هنا بنشوف أن أردوغان بيحاول أنه يعني يضرب مصر من ظهرها. دي وجهة نظري، أن يدعم حكومة أبي أحمد بطائرات بدون طيار لضرب إقليم تجراي، فهذا الأمر يعني خطير للغاية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والرئيس السيسي يتحدث عن مرحلة فاصلة مرت بها مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مشروع حياة كريمة يأتي بعد مرحلة زمنية فاصلة مرت بها مصر منذ عام 2014 وحتى الآن. وأوضحت خلال اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال المصريين أن هذه الفترة تم خلالها التركيز على تبني إصلاحات اقتصادية هيكلية تعد الأشمل والأعمق في تاريخ مصر، وكذلك التعامل الجذري مع الكثير من المشاكل الاقتصادية المزمنة، مما أدى إلى توفير الموارد التي مكنت الدولة من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة، وفرت مناخا جاذبا للاستثمار والأعمال في إطار مخطط قومي شامل للتنمية، تضمن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي أتاحت فرصا واعدة ومجزية للاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. أوضح أن ذلك جاء بعد نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة بمختلف أنواعها من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار، وهي النتائج والنجاحات التي أثبتت صلابتها في مواجهة اختبار الجائحة. كما شدد الرئيس السيسي على أن تلك الجهود تمت بالتوازي مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من كافة الجوانب والاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها قاطرة التقدم إلى المستقبل الذي يليق بمصر. المصدر معنا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان من الجيش الإثيوبي بشأن سد النهضة يستفز فيه مصر. تعهد الجيش الإثيوبي بتأمين عملية بناء سد النهضة حتى إتمامها ومواجهة أي قوة ستحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع السد فيها. أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن قيادات وعناصر الفرقة 22 للجيش أعلنوا أن وحدتهم تعمل على توفير حماية منيعة كي تثبت أنها أهلا للثقة التي أولاها إياها الشعب لتأمين عملية بناء السد النهضة. وقال نائب قائد الفرقة إيزيني شيميليس للوكالة إن قواته توفر الحماية اللازمة لإتمام عملية بناء السد وتؤمن إمدادات مواد البناء إلى المنطقة، مضيفا أن مهمة أخرى أوكلت إلى الفرقة تتمثل بمواجهة أي قوة ستحاول دخول هذه المنطقة الحدودية. مصدر معانا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتصريح خطير من قطر بشأن سد النهضة. التقى وزير الدولة قطري للشؤون الخارجية سلطان ابن سعد المريخي بالسفيرة الإثيوبية لدى الدوحة سامية زكريا. وكتبت السفارة الإثيوبية في الدوحة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: السفيرة سامية زكريا نعقد مباحثات مع نائب وزير الخارجية سلطان بن سعد المريخي. وأضاف حساب السفارة على تويتر، قال نائب وزير الخارجية القطري إن قطر بتدعم حق إثيوبيا في التنمية ولم تغير مبدأها القديم بشأن سد النهضة. وتابع وقال أيضا إن المناقشات بشأن السد ينبغي أن تستمر، فيما قالت الخارجية القطرية إن اللقاء تناول التعاون المشترك بين البلدين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل قرار قضائي بشأن التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك. وافق النائب العام في مصر على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك في اتهامهم بقضية غسل أموال. وشمل قرار إنهاء
أثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هايدي محمد مجدي وابنه قاصر عمر وجمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال وابنيه قاصرين فريدة ومحمود. يذكر أن النائب العام أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بمنع كل من علاء مبارك وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال وطفليه فريدة ومحمود مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهان أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية. ولم يتضمن المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات. وخاطب قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري الشؤون القانونية بالبنوك التي بها الحسابات الخاصة بأموال عائلة علاء وجمال مبارك لتنفيذ قرار المستشار النائب العام برفع التحفظ على أموالهم ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك. المصدر معنا كان من RT ووسائل إعلام مصرية. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم بإذن الله. كان معكم إسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.